لسه فاضل كتير يا جعران. الصبر الصبر يا خواتي، مجربنا. هو لسه فيه تاني؟ لما نوصل لاخر الطريق هنلاقي الركايب مستنيانا، هي اللي هتوصلنا لنجع الجبل. I'm not feel safe Mr. Fuel. Don't worry. This dumb cannot do anything to us. Because he knows very well what we can do. Then don't give them the money before coming back safely. Oh, we have to reach him first. Right? طول الطريق واك 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 واك. ما تبطل راطني بقى، خلينا نفهم وبتقولوا ايه. هنا جعران، ما تفكرش الطريق كله كده، قدام شويه في دباب وجبال ما ينفعش يمشي فيها الا البهايم. I'm afraid Mr. Finn, we don't have enough weapons for our protection. If they want to do any bad thing, they will do it now, here, in the middle of the way. We leave the money in the car. Shit. We can't ask for any help. There is no signal here. I decide to continue this way. بطلوا رطب الفرنجي ده وركبوا الركايب، خلينا نوصل بسرعة. زمان كبارات النجع في انتظارنا. اسمعوني يا كبار نجع الجبل، كلكم عارفين اني اقل منكم، لكن عارفين كمان اني اتغربت عن نجع الجبل سنين طويله في مصر. بطرات، وقول لنا عايز تقول ايه من حياتك المواسغه دي؟ انا قصدي اقول لكم ان الكنز اللي لقيناه لو الحكومه عرفت هيقولوا علينا تجار اثارات ويحاكمونا ويدخلونا السجن كمان. مين اللي يقدر يحاكمنا في ارضنا؟ قصر الكلام، الفلوس اللي احنا عايزينها من الخواجة عايزين نعمر بها بيوتنا، نبيعه بالهدايا في السر علشان ما نقلبش الدنيا علينا. هيك في الخشبك هتعلم كبارات البلد يتصرفوا كيف؟ ماضي صح، بس هو ما عارفش يتكلم وعايز يقول اننا لازم نبقى يد واحدة قدام الخواجة يبان ان احنا متفاهمين عشان يشتري وهو مطمن. صح والله يا كبير النجع، ربنا يحميك. لما هو كبير البلد ابقنا ايه؟ ايه؟ تخوات يا ريس بن دا. وطي راسك مستر كريمت. ما تخافش ما تخافش يا خواجه، دول تلاقيهم شافونا بيرحبوا بينا. تقصد ما فيش خطر هنا يا جوهران؟ لا لا، ما فيش خطر ولا حاجه، الجبل كله ملكنا. على فكرة أنا لو حصل لي أي حاجة أنت وأهلك في أسوان في إيدينا. عيب يا خواجة، أنت أمانة في رقبتي وده واكل عيشنا ورزقنا، وليك عليا أوصلك مطرح ما جبتك بأمان. أنقتل أنقتل وأنا في حمايتك يا حسان. الكبير ملوش ذنب في قتلك يا ماضي. ذنب في رقبتك يا حسان، دم في رقبتك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ماضي انقتل يا كبير من داري غدر بيه وهو وصينا،
وده مننا. مواش منكم يا ناجي. منكم كيف يعني؟ كلنا عارفين انه مقطوع، هو واهله وناسه فاتوا النجا من سنين. السماضي رجع للنجا في حميتي، يعني بقى واحد مننا يا بن داري. لا هو بالعافية اياه، لا من عرقك ولا من نسبك، ده واد هامل ماليش اي عازة ولا عزوة. انا عزوت في دياب، وانت وقعت في الغلط يا بن داري ونقدت العهد اللي بينا. روح دور على اهله وناسه الطفشانين وقول لهم ليكم طار عند البنداري ويفرجوني هياخدوا طاروا كيف. فضوا الكلام دلوقتي نتفاهموا فيه بعدين. الخواجة وصل، بس لازم تعرفوا اهل نجع الجبل ان ماضي دخل النجع في حميتي وبكلمة امان مني، يعني بقى من عيلتي وبقى في حميتي، واهله وناسه سابوا البلد وما عليهمش دم الحد فينا، عشان كده طار ماضي في رقبتي وفي رقبة عيلة حسان الحويطي، واحنا نعرف كيف ناخد طارنا. ناجي ادفنوا في المدافن بتاعت عيلتي. يلا يا رجالة يدكم معاي. الله يلا يا رجالة. رحم الله. او ماي جاد قتيل. قلت لك مستر فريمان الناس دي مالهاش امان. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك يا جهران ومرحب بكل الضيوف. مرحب بيك يا مغاوري. لا 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 جهران، انا مش عاوز اشتري حاجه. استهدي بالله بس يا خواجه، تعال نقعد بس. تعال قولوا. لا 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 ما ينفعش. روح بس روح. انا لازم امشي من هنا حالا. يعني ايه تمشي؟ ها ما شايفين. استهدي بالله بس يا رئيس دياب، الراجل اول ما وصل لك قتيل. خليه يقعد، قال لي ثلاثه بالله العظيم اخليه يحصله ولا بلاش. اللي حسان يقول عليه من عيلته. مش وقت حساب يا بن داري. البضاعه قدامك يا خواجه، قدر قيمتها قدام كاميرات النجم. ومين اللي حيفصل معاه؟ انت يا حسان؟ انا ماليش كلام معاك الا لما اخد حق ماضي، وطر ماضي حاخده حاخده يا بن داري، بس بعد ما تتم البيعه. كمل على طول. ده من عيلتنا يا ناش. مين يكون؟ لا مش من عيلتنا ولا حاجة. اطمن يا مرت اخوي، ده الواد ماضي الله يرحمه الكبير امر يندفن في ترابنا بعد ما نغسله ونصلوا عليه. مين اللي قتله؟ ده ماضي غلبان. البندرية قتلوه غدر. يا سوادي، ده حسان مديله عهد امان. اطمن، مش نحن همّل وطاروا أبداً. خلاص روح انت معنا سوين دلوك لغاية ما الضيوف ما يمشوا وبعدها يحلها الحلال. روحي. مين القتيل يا وجيدة؟ ده ماضي قتلوه البندرية عشان وحداني ومالوش عزوة. لا وانت الصادقة ديني ومبيتني، شافوه اللي ما طلعوا كنز واقف يتسامر مع مرت دياب البنداري. قلتيلي عشان كده اتلككوله وقتلوه عشان ينتجموا منه عشان كان واقف مع مرت دياب. هما كيف سموهم البندرية؟ عشان بيعرفوا يداروا على فضايحهم. فكرنا مختومين على جفانا اياك جعران. الحان يا جعران. اصبر بس يا خواجة، خلال لقي لك حد يحمينا ويحميني معاك. بعد يدك خش عنا يا رئيس حسان، عايزك تحميني من معلم بنداري وناسه. صبري نفد يا جعران، عايز اتطور. خواجة لو جرى له حاجة
قرايبي كلهم هيروحوا في الرجلين، وانا وسط خير وانتم قصدتوني علشان ابع لكم الكنز. نزل سلاحك يا بنداري، الخواجه ضفنا. ايه في حماك دي كمان ولا ايه؟ ما دام الخواجه دخل النجع يبقى ضفنا وفي حمانا كلنا. ده جاي يستخفلنا ويشتري بتراب الفلوس. بين البيع والشراء يفتح الله، والمعروف ولا معروف ولا متلوف. ما دام جو الحد هنا وشافوا الكنز بتاعنا يبقوا عرفوا سرنا، يا يشتروا بالسعر اللي احنا نقولوا عليه يا يتقتلوا. دي اثارات مالهاش قيمه، احنا بنشتري تاريخ مش فخار قديم. انا ما فهمش انت تقصد ايه. يعني فهمك يا رئيس ديان، الراجل ده عالم اثار، بيعرف التاريخ من الرسومات المكتوبه على الورقه والكتوبه اللي على التماثيل. فهمهم يا جهران، فهمهم ان الاثار دي بتاعت شخصيه مجهوله، ورغم كده انا هدفع كل اللي معايا. جو هات الفلوس من العربيه. روح معايا ديال. ماشي يا كبير. احنا هنقسموا الكنز على العائلات الثلاثه، وكل عيله حره في نصيبها، تبيعه تخليه هي حره فيه. وماله نقسم الكنز، كل واحد ياخد حته بالدور. وانا خدت دي. عرعر. ايوه سيدك بنداري اختار حاجات زينه. هو اللي ابتدى واختار احسن حاجه، وبعد اذنك كل عيله هتتفاهم مع الخواجه وتبيع بمزاجها وعلى كيف. والفلوس يا عرعر مين اللي خدها؟ انت بتسالي على الفلوس بس؟ مش خايفه على النجع اللي هيولع؟ ما داي اول مره يا ام جميله، وان شاء الله تعدي على خير يا خيتي. عرعر روح عنده ولدي همام، قل له يقف مع ابوه، الواد كبر وبقى راجل وشنبه خط في وشه. حاضر. بقول لك ايه يا مناع؟ قول يا همام. تفتكر الخواجه ياخد باله من حاجات الناقصه؟ اه، وهو يعرف من وين ان في حاجه ناقصه؟ حتى لو عرف انا مش هديله الخنجر بتاعي. ولا انا هديهم السيف بتاعي. المقبره دي انا وانت اللي لقيناها، ولازم ناخده حاجه تفكرنا بيها. يعني مش هتقول لابوك حسان؟ لا انا اقول لابوي ولا انت تقول لابوي. وبعدين نزهرها بعد ما الخواجه ياخد الحاجه ويمشي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيني تسيدوا ارانب. يلا. بقول لك ايه يا سناري؟ ايوه. انا شايف ان الخواجه عامل حساب كبير قوي للمعلم بنداري وخايف منه. يبقى العقل الزين يقول ايه يا اخوي؟ نصيبك على نصيبي ونحطه على نصيب بنداري ونخليها شروه واحده. صح، وبالطريقه دي اذا الخواجه حب يظلمنا مش هيقدر يظلم بنداري ونبقى احنا الرابحين. طيب افرض بنداري طمع في حقنا. لا، بنداري ده مننا وعلينا ونقدر نتفاهم معاه. عايزك تروح تقول له ان انا شاري خاطره وهحط يدي في يده، ويمكن نبقى كده طول العمر. عفارم عليك يا ريس عبادي، عفارم. ايوه كده، خلي حسان يطق شرار. اسمع يا خواجه، خليها شروه واحده، نصيبي انا واخوي عبادي حطه على نصيب الريس بنداري، وكلنا خوات وعيله واحده ومصلحتنا واحده ومفيش اي فرق بيننا. براوة عليكم، براوة. اهو ده التفكير الزين. كل الفلوس اللي معايا في الشنطه دي، مفيش فلوس تاني. فتشت العربيه زين؟ فتشتها زين، ما فيهاش غير شنطه الفلوس دي. انا هقسم بينكم الانصبه انتم الثلاثه. عنك انت يا خواجة، الفلوس اللي في الشنطة دي نصيبي ونصيب المعلم عبادي واخوك سنداري. نصيبك انت والمعلم عبادي واخوك سنداري؟ وفين نصيب المعلم حسان؟ انا ماليش صالح، الفلوس في الشنطة دي حق نصيبي. نصيبي قدامه اهو، عايز يبيعهولك يبيعهولك وحر. يلا يا دياب. يلا عبادي. اتفضل يا كبير. يلا يا سنداري. اتفضل يا معلم عبادي. معلم حسان انا معيش فلوس خالص تاني. وانا ما بيعش بلاش، البضاعه قدامك واديك عينتها، عايز ايه ادفع ثمنها. انت مش شايف انه خد الفلوس بالقوه؟ قول الحمد لله ان خلصت من شره. لكن المعلم حسان عمره ما كان غدار ولا طماع. جهران هتنقل البضاعه دي كيف؟ الحاجات الصغيره هناخدها نلمها كلها واحنا ماشيين، والحاجات التقيله هيجي رجاله الخواجه يشيعوها. وانا بضاعتي متقيله، لما يجوا ياخدوها يدفعوا كد تمنها مرتين. معلم حسان
انت ذكي جدا، عارف ليه؟ عشان عارف ان بضاعتي غاليه مش رخيصه وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعه كلها. مية حلوة كتير. دي جنة في قلب الجبل. ودلوقتي هاخدك معايا بيتي، هناك هتشوف بيوت وعيلة كبيرة زي أي بلد في الصعيد. وكلكم بتشربوا من العين دي؟ طبعًا، العين دي هي اللي بنروي منها الزرع، وهي اللي بنشرب منها وعايشين عليها. حاسس إن أنا في وسط مملكة معزولة. أيوه كلامك صح يا خواجة. إحنا هنا محدش داري بينا. بلك أنا بعدت ولدي هناك في سوهاج عشان يتعلم عند قرايبي. لو سمعت كلامي حسان هخلي البلد دي مملكة وانت هكون الملك بتاعها. يا بيه الملك لله. بالك احنا بناكل في نفسينا زي دود المش ولا حد حاسس. عارف لسه واحد مقتول من شوية. لو قلبك حديد هتبقى ملك الجبل ده كله. انا قلبي حديد قوي وعيلتي تسد عين الشمس. يبقى هتيجي معايا أسوان لمدة أسبوع، هقابلك بشخصية مهمة، هتعلمك حاجات كتير قوي، هتحكم بيها كل الناس اللي في الجبل هنا. يا بيه إذا كنت بتقول كده علشان يعني تساومنا في السحر، لا أنا مفتح جو. نو نو حسان، لو لك أنت كان بندري قتلني. أنا برد جميل حسان، اسمع كلامي تكسب كتير. دي بيوت عيلتي ومفيش حد غريب وسطينا. بس ليه البيوت كلها انتوا بنينا فوق منطقه عاليه؟ ساعات المطر في الشتاء بيبقى زي السيل والبيوت الواطيه بتغرق. ده مغاوري واد عمي بيرحب بيك. رد التحيه يا ناجي. تؤمر يا كبير. لكن الارض اللي انتوا بتزرعوها مكانها فين؟ 50 فدان بين الجبل على بعد 2 كيلو من هنا. أرض طينة مخلوطة بالرمل. والأرض دي بتزرعها ايه؟ خضار لينة وأكل البهايم، وبنعتمد فيها على مية الأبيار والعين. أنا مش خبير في الزراعة، لكن أنت لو جيت معايا أسوان أعرفك على خبير كبير قوي عنده أسرار خطيرة في الزراعة. لما فزت اللي هيقولك عليه ويعلمهولك هيشتري منك المحصول بملايين. محاصيل ايه دي اللي تباع بملايين؟ اتفضل يا خواجه اتفضل. شكرا شكرا. اتفضل. شوف يا معلم حسان، انا عايزك تفكر في الملايين اللي هتكسبها. الملايين دي اللي هتخلي نجع الجبل جنه، فيها مولدات كهرباء وفيها مواتير هترفع الميه وتوصلها للبيوت والابار. كلامك زين يا خواجه بس يخوف. لو بنداري مكانك دلوقتي كانش خاف، ولو انا كنت عايز اديله الفرصه كان هيحكم نجع الجبل ده، لكن انا اخترتك انت. عارف ليه؟ لان انت اذكى منه بكتير. قلت ايه يا معلم حسان؟ الوقت يا زرزور. يا مرحب، اعملوا لنا شاي. يا مرحب يا مرحب يا رئيس حبادي. مرحب بيك يا كبير الجبل. بس انت عجبتني النهارده لما حطيت يدك في يدي وكدنا حسان. يا ولد ابويا عبادي طول عمره راجلنا واحنا عمرنا ما قصرنا معاه. اللي حسبته لقيته، واللي انت عملته مع الخواجه حسان ما كانش يقدر يعمله. والنتيجه هي شنطه مليانه فلوس لينا فيها النص. ما تبقاش طماع كده يا عبادي. ليك فيها النص؟ لا. كلام ايه اللي بتقوله ده يا رئيس بنداري؟ الاصول يا سناري، انا خدت الفلوس دي عافيه لعيلتين وبس. اها اديك قلتها، خدت الفلوس لعيلتين وبس. اسمع عبادي، هتاخد التلت وكفايه ان انا وافقت ان عيلتي تتساوي بعيلة حسان ولا عيلتك. خبر ايه يا بنداري؟ هتستقل بعيلتي ولا ايه؟ اصبر بس يا عبادي،
يا ما نعرفوا دماغ الكبير فيها ايه. نصيبي لازم يبقى اكبر نصيب، وفضكم من الحديث العفش ده، والا هزعل منك يا عبادي، والمحبه اللي بينا تتقلب. ها وحسان يشمت فيني. خلاص يا ريس عبادي، اللي عند البندريه ما يروحش، واعتبره عندينا وكلنا اهل وخوات. افارب عليك يا سناري، هو دي القريب الصح اللي ينصح قريبه صح. على اي حال ما حدش يعرف الشنطه فيها فلوس قد ايه. ماشي، وانا موافق بالتلت، بس امانه عليك تقول قدام اهل النجح ان احنا قسمناها بالنص عشان عيلتي ما يقولوش عليها تهونت في حقهم. كلامه معقول يا اخوي، ويكيد حسان ويعرف كل اهل الناجح ان اللي يجي في حمانه عمره ما يتظلم. ماشي عبادي ماشي، هنقول قسمناها بالحق وكل واحد عارف حقه. ها في السر، في السر يا عبادي. بس تفتكر يا اخوي حسان هينفذ اتفاقه معاك ويبلغ الحكومة عن الأسرات اللي هياخدها الخواجة؟ تبقى وقعت مطين الطين لو بلغ ليه. الحكومة هتاخد نصيبه ببلاش، وهيضيع على روحه ألوفات هو وأهله وناسه. لو كان عايز يبلغ كان بلغ من الأول، من ساعة ما لقيناه. ما هو كان عايز يعمل كده لولا أنا وقفت قدامه. ليه؟ الحكومة هتاخد نصيبه بلاش، ده غير الرجل اللي هتدب في بلدنا ويكشفوا حرب بيوتنا. حتى لو بلغ ما حدش هيسأل فيه، هي الحكومة تعرف عندنا حاجة ولا تعرف قاعدين فين ولا بنعمل ايه؟ يا راجل ده النفر مننا انا بيروح المحافظة عشان يثبت مولود ويطلع له شهادة ميلاد بيدوخ السبع دخان. خلصت القول ان احنا خدنا حقنا وخلاص، واللي يعرف يجيب حق اهله وناسه يبقى كبير، وما فيش كبير الا كبير واحد، اخوي البنداري. اشربوا الشاي، اشربوا اشربوا. كيفك يا خاطر؟ زين. وين الكبير؟ في المضيافة، خش السكة فاضية. أكل جميل يا ساتر. أنا والشفا يا خواجة. كل كل. لا كفاية. خلاص يا خواجة، البضاعة كلها في أمان، تقدر تشيع رجالتك يشيلوه. يا جعران افهم الأول، البضاعة تطلع كيف وتروح فين؟ مش لازم تفهم يا معلم. أنا اشتريت ودفعت فلوس، وبقيت فلوسك هتاخدها في أسوان زي ما اتفقنا، أما ترجع هنا في ناس متخصصة هتعرف تنقل البضاعة لما تاخدها منك. والحاجات الخفيفة مش قلت هتاخدها معك؟ الورق ده بس اللي هاخده معايا، إنما بقيت الآثار ليها ناس متخصصة بيعرفوا ينقلوها ويقدروا كمان يحافظوا عليها من غير مشاكل. خد بالك يا خواجة، البضاعة لسه تحت يدي وفي حماية عيلتي، يعني مش هتطلع من هنا لما رجع لهم صاغ سليم ومعايا كد اللي خده من داري مرتين وأكتر كمان. معلم حسان، اللي عملته معايا أنا وجويس وعندي كتير قوي، تسمح لنا بقى نمشي عشان الطريق لسه طويل. وأنا حاجي لك أصلاً كيف؟ جعران، جعران هيجيبك لحد عندي. سلام. سلام يا خواجة، مع ألف سلامة. نجي يا كبير، تفضل أواصلك بطريق الأمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تفضل يا خواجة. زرزور خاطر. أيوة كبير. شيلوا الوكل ونظفوا المكان. عيني حاضر. مالك يا حسان؟ كأنك ما اتفقتش معاه. اتفقت. هاخد كد بنداري وعبادي مرتين. أحمل هالمرة كدابة عقيلي؟ أمال إيه الحديث الماسخ اللي قالته عقيلة مرة بنداري؟ قالت إيه بوزي الأخصري؟ أول ما جوزها خد الفلوس من الخواجة جعرعر وقال لها عشان تشمت فينا، كأن عيلتنا خايبة ومستنية منهم الفضلة. طول عمرها مرة ناشفة وغلوية. أمي ليهم ياكلوا فرحهم، مش الشطارة إن ناخد كل اللي مع الشاري، الشطارة ان ناخد قيمة الحاجة اللي ببيعها وبس. ويكون في علمكم
الخواجة ضحك عليهم وما قدرش يضحك علي، اروح اسوان وحاضر اللي انا عايزه وزياده. ريحه الارنب زينا قوي يا مناع، انا خايف لحسن ديب يشم ريحته ويهجم علينا. الديابه تخاف من النار، ولو جه ديب همسك سيفي واشقه نصين. هو انا هديله بالخنجر بتاعي في قلب الديب. بعد يدك عن الارنب، انت اتخوت. اعمل ايه يا مناع؟ بس انا جوعت قوي. هو خلاص استوى، قوم هات لنا ورقه من اي شجره نفرش على الارض وناكل عليها. يا ابوي عليك، ما انت نص وانا نص وخلاص. ونحرق يدنا ليه؟ ها يا ابوي على جبنك. خلاص انا هقوم اجيب الورقه، هات السيف. وعايز السيف ليه يا جريء اللي ما بتخافش؟ يا غباوتك، عشان اقطع بيه من الشجره. هات. يا سلام لو في شوية ملح كان بقى طعمه حلو قوي، ده يا دوب يكفيني لوحدي ويا ريته يشبعني. سيدي توك ليه يا وقت؟ أرنب صدنانة ومناع من عند العين. يا لهوي الواد سخن مولع محموم، شوفوا كده يا بنداري. اتلاقيه وقت من هوا العين. تعال يا واد تعال. مش قادر يا بوي، بطني بتوجعني. تعال وريني. الواد مسموم، قرصتك حاجة؟ لا يا بوي. حية؟ عقرب؟ بقول لك ايه، اعملوا له الخلطه وخليه يشربها وكلفته وينام، هيقوم طيب. والسم هيجيله من وين بس يا بنداري؟ يمكن من الخنجر اللي سرقته انا ومناع من وسط الاثرات وقطعت بيه الارنب. وريني هاي وريني. ايه دي يسوى شيء وشويات، ولا خنجر الملوك يبقى تسمم الخنجر ده يا بنداري؟ يعني ايه يا عمي؟ هموت من سم الفراعنة؟ لا حبيبي لا، هتموت من الضرب، عشان أي نوبة تانية تسرك حاجة ما حدش يشوفك. يلا غور غور. ما تنزل تاكل ويانا يا حسان، صوتك من الفايش اللي هيسد النفس ده. وأكل الفايش ده مزاج عندي. أنا بقول ما دمت مسافر لأسوان ومشوارك طويل وكله خضخضة، يبقى لازم تاكل حاجة تقعد ببطنك. لا ده أنا مجهزة له أكلة حرشة ياكلها طول الطريق. مجهزة له؟ أمال مين اللي طبخ طول الليل؟ وهو عيب تطبخ الكبير الناجع. لا بس كل حي ياخد حقه. اسمع يا أخوي نصيحة مني عشان ما توجعش قلبي عليك طول غيابك. قول يا وجيدة. أنت كبيرنا هنا، والصغير والكبير يعرف مقامك زين، لكن في البندر وسط الناس ملناش مقام يا اخوي. اقفلي خشمك يا مرة، انا مقامي محفوظ في اي مطرح. مرتك معاها حق يا حسان، اول ما تدلع البندر هتلاقي العساكر هناك مترشقين في كل حتة، ولو مسكوا فيك اول حاجة يسألوك عنها هي البطاقة، وانت عارف احنا لا معانا ورق ولا بطايق عشان يقولوا احنا مين ولا من فين. ما تاخدني معاك يا ابوي، أنا معايا بطاقة. صورة حلوة يا كبير، اسمع كلام الواد وخذ وياك. أو على الأقل واحد منكم يبقى معاه بطاقة عند اللزوم تثبت شخصيته. يا ريت يا أبوي، وأنا كمان أعرف حياة البندر، وأعرف أمشي في الشوارع وأدلك. جري يا ولدي، عايز أتحمى فيك. العفو يا أبوي، أنت بتحميني، أنت واخدني معاك كيف أعرف قعدة الرجالة وكيف بيتفقوا. فايق عليك النبي تاخده في يدك يا أخوي. عليه الصلاة والسلام. خلاص هتيجي معاي عشان كمان توعيني على كلام الخواجات وألعبهم، وعشان تبقى كبير. ربنا يخليك لي يا أبوي، ربنا يخليك لي. ويخليك يا ولدي. Thank you.
اوكي. تفضل يا ريس حسان. تفضل. تفضل يا مناع. السلام عليكم. سلام. اهلا 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 بالراجل السهل. اهلا يا خواجه. اهلا بيك. ازيك يا معلم حسان؟ اهلا بيك يا خواجه. اتفضل. اتفضل. اهلا اهلا. ازيك يا جعران؟ ازيك يا خواجه. اتفضل اقعد يا معلم. اتفضل. اهلا وسهلا. تمام يا ريس حسان، ادينا جبتك لحد الخواجه. ها متشكرين يا جعران. افوتك انا عشان الحق البازار بتاعي. باي يا جعران. باي يا خواجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسان ابنك ده؟ ايوه مناع ولدي، بيدرس ثانوي، بيفكر زين، احسن من ابوه، وان شاء الله هيبقى كبير العيله. يبقى هو ده راجل المستقبل بتاعنا. مستقبل يا خواجه؟ انا جاي في كلمه ورد غطاها. انا وصفت بلدكم لصديقي بنيامين. بيني بيني مستر فيمن. صديقي بيني خبير في الزراعه، لما وصفت له بلدكم قال لي انها مكان مثالي يصلح لتجربه بعض انواع البذور اللي هيعمل منها ادويه مهمه جدا وغاليه جدا جدا. تقصد يا خواجه العلاج بالاعشاب؟ احنا عندنا في الجبل علاج بالاعشاب لكل الامراض حتى لو جرسه التعبان. ابنك ده ذكي جدا يا حسان، بس انا يا جماعه مش خبير في الزراعه، اللي اقدر اعمله اني اخدكم اعرفكم على بني. اضمن مالي في يدي الاول، ان شاء الله اروح معاك بعدها الوحد. ده مبلغ كبير يا معلم حسان، هتمشي ازاي بيه وتتحرك بيه في الشارع؟ وانت كيف قاعد هنيه ومعاك المال ده كله؟ انا شايلهم في البنك، بعد ما تقابل بني وتتفق معاه اخدك وننزل على البنك قبل ما تسافر، اسلمك الفلوس فورا. ابوي انا عندي فكره احسن، نروح على البنك نفتح حساب ونحط الفلوس باسمي قبل ما نروح اي مكان. ودي طريقه مضمونه يا ولدي ناخد بيها فلوسنا؟ ايوه يا ابوي، لو الفلوس باسمي هتبقى تحت امري ومحدش هيقدر يصرفها من البنك غيري. خلاص يا خواجه انا موافق على اللي يقوله مناع ولدي. ده انت مش ذكي بس، ده انت هتكون قائد عظيم كمان. ربنا يكفيك يا ولدي شر حسد الخواجات. طب يلا بينا بقى يا جماعه اعرفكم على صديقي بنتي. اتفضلوا. يلا يا معلم. اتفضل يا خواجه. تعال يا مناع. تعال يا ولدي. اتفضلوا. وبعدين معاك يا ناجي، انت هتحرقه يا تطلع عيني؟ احنا جايين نتصالح ولا جايين نتعارك؟ همله يا عبادي همله. ناجي طول عمره كده همجي على الفاضي، غاوي النطحه وبس. شوف يا بنداري، اللي عملتوه ده كان غلط، ولولا ان اخوك حسام مخه كبير كانت قامت مضعك او مجزره ما بيننا وما بينكم، ولو انا مطرحه كنت قتلت اللي قتل معه. بتقول ايه انت؟ بتقول ايه؟ تكتل نفر من البندريه، جسد نفر ملوش عازه، لا له اهل ولا ناس واصلنا. دم ماضي في رقبتنا كنا احنا. اهله؟ اهله كيف؟ اهله كيف؟ بسوريا ما دام عاود على النجع وخد كلمه امان من اخوي يبقى خلاص اصبح مننا وعلينا. وقتل النفس بالسهل يا ريس بندري، الراجل ما عملش حاجه تستاهل. ده لو كانت قتل عشان الكلمه الهايفه اللي قالها دي. امال الراجل غرق في دمه ليه؟ اتفهمونا يا اخوانا. طيب سامحنا عاد يا ريس بنداري، انا هتكلم بصراحه عشان نفض المشكل ده. ماضي طلعت منه عيبه كبيره قوي قوي يستحق عليها القتل، اتهجم على مرض دياب وفي شهود من عيلتك ومن عيلتي. لولا الخوف من الفضيحه انا كنت عملت له محكمه، وكده ولا كده كانوا حكموا عليه بالقتل. انا اللي قلت للرجاله يقتلوه ونخلصوا من النوال العفشه. لو الحكاية دي صح وكلامكم مظبوط يبقى برضك كان لازم تشاوروا كبيرنا، مش تنفذوا حكمكم فيه كده. نفذنا وخلصنا. خلصنا ناجي. يلا بينا عبادي، انا افتكر ان احنا خايفين منهم. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. هيوصلكم ردنا بعد ما يعاود كبيرنا للنجع ان شاء الله بالسلامة. العلاج بالاعشاب اصبح اتجاه عالمي دلوقتي، بس توفر الأعشاب الطبية بيتطلب عناية كبيرة ووقت ومجهود. ربنا يكفينا ويكفيك شر المرض يا خواجه بيني. يعني الناس العيانين وبيتألموا دولت مش محتاجين إن احنا نوفر لهم دواء نعالجهم بيه وبعد كده نكسب فلوس كتير في نفس الوقت؟ يا ما حدش يكره المكسب، بس الطريقة بتاعتك دي احنا ما نعرفهاش. اصبر اصبر يا معلم حسان، هو هيعلمك. بس احنا ما نعرفش نزرع الا بالطريقه اللي تعودنا عليها، اللي نعرفها ابا عن جد. شايف الجو اللي في الصوبه دي عامل ازاي؟
أنا بتعب قوي عشان أوصله للدرجة دي عشان الزرع يكبر، بس لو في بلد الجو الطبيعي بتاعها بالشكل ده يبقى هنوفر فلوس كتير قوي والزرع هيكبر وهيبقى أحسن. طيب هي بلدنا يعني فيها الجو دي؟ كل زرعة وليها جوها، وأنا شغلتي أعرف إيه الزرعة اللي تنفع جو بلدكم وأعلمك تزرعها وإزاي تحط عليها كمية كيماويات معينة عشان ما تبوظش، ونبيعها ونستفاد من بيعها ملايين. بينها مهمة صعبة قوي يا ولدي. لا يا بوي مش صعبة ولا حاجة، أنا ممكن أتعلم كل حاجة وكل اللي تقول لي عليه أكتبه وأطلع لك أحلى محصول. ما شاء الله عليك، أنت تيجي مع أبوك وتتعلم معاه، بس أنا عايزك تعمل زي الطلبة اللي في الجامعة ماسكين أجندة وبيكتبوا فيها كل حاجة كل التفاصيل عشان لو نسيت حاجة نبص في الأجندة ونضمن أحسن محصول. اطمن أنا شاطر قوي وهفهمك زين. اتفقنا يا بطل، انتوا بقى الأسبوع ولا العشر أيام الجايين هتيجوا تقعدوا معايا هنا اهو تتعلموا كل حاجة، وبعد كده هديكوا البذور والكيماويات اللي هتحتاجوها. خلاص يا بوي، هبعد عن أهلي وناسي 10 أيام. يا حسان اللي هتعمله ده كنز، كنز يساوي ملايين أكتر من الكنز اللي لقيتوه. الفلوس دي هتساعدك إنك تدخل كهربا ومية بلدكم من غير ما تحتاج للحكومة. حكومة إيه؟ هو حد من الحكومة يعرف لنا مكان؟ دول بيعتبرونا طلعنا شيطاني كده من بطن الجبل. مش لازم تعتمدوا على الدولة تعمل لكم كل حاجة، ما دام تقدروا تعتمدوا على نفسكم وتتطوروا. شوف يا خوية، ما دام النية خير نتوكل على الله. في حاجة مهمة بقى عايز أقول لكم عليها، الأعشاب اللي احنا هنزرعها دي ممكن تكون من وجهة نظر القانون ممنوعة لمصلحة شركات الأدوية، عشان كده اللي احنا هنعمله ده لازم يبقى سر. ايوه ما وبعدين هي الحكومة هتوصل لنا كيف؟ دعنا في آخر الدنيا. في نباتات غالية قوي لأن الخلاصة بتاعتها لا غنى عنها في كل العمليات الجراحية كمخدر، وفي نباتات أغلى من كده بكتير عشان بتستعمل كمنشط للرجال، وفي نباتات تانية بقى أرخص من كده بكتير بتعالج الكبد والكلى. كل متوقف انتوا عاوزين ايه؟ عايزين غالي طبعا، احنا ورانا مصاريف ياما. نشتغل في المنشطات مادام بتكسب اكتر واغلى. للاسف ده مش ممكن يتزرع في بلدكم هنا، ده لازم يتزرع في بلد حر عند خط الاستواء. الحاجه الوحيده اللي ممكن تتزرع هنا اهو هي النباتات اللي تستعمل كمخدر للعمليات. يا ابن الفرطوس، عايزنا نزرع حشيش وتقول عليه دواء؟ لا يا خواجة، الزرعة دي مش جايبة همها. يا رئيس حسان، إيراد إيراد واحد يجيب لك قد 5 فدادين قمح، وأهم ما في الأمر بقى إنك أنت تقدر تعمل كل ده من غير ما حد يحس بيك. قلت إيه؟ نجرب يا أبوي في كام جراط، وبالمكسب نشتروا بهايم ومولد كهرباء وندخل التلفزيون في بيتنا. وافق يا أبوي؟ وافق. وبعدين في الورطة دي أنا لو قلت لا ممكن يقتلوا ولدي ويقتلوني. لو وافقت من بكرة ممكن نبتدي مرحلة التعليم العملي. أوكي.
أقول لك إيه هذا يا زرزور؟ إيه يا سناجي؟ ده تقعد هنا معاي تسليني لحد ما تاجي عربية، فاهم؟ فاهم، بس أمانة عليك يا سناجي، لما توصل أسوان وتشوف الواد جعران تديله على قفاه على طول قبل ما تعرف مكان سي حسان عشان يقر ويعترف. أنا قلت لك تقعد معاي تسليني مش تقلب له دماغي. خلاص اهدى، في عفرة جاية من بعيد هناك. ها عفرة اهدى، حظك زين مش هتوقف كتير. العربية دي ولا اهدى؟ ايوه احسن اهو، على اقله هرتاح من وشك العفش. قابل يا واد وشاور يا ريس، اهدى من ده الواد منع ده منه منو يا ولد اخوي؟ او سيدي حسان حسان اخوي كمان؟ اه يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا حسان، الحمد لله على السلامة يا كبير. وقف يوم وقف يوم مناع. انت يا سيدي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا كبير. زور زور علشان يحطها على الجبل. ايوه الحمد لله جينا بالسلامة. شكرين يا اسطى شكرين. عدي 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 سلامة. يلا فرعيك الله. ايه الحاجات دي كلها؟ اقول لك ايه، شايف الشنطه دي مليانه فلوس والباقي في البنك. بنك؟ واحنا بتوع بنوك؟ ايه الحاجات دي؟ دي حكايه طويله قوي يا عمي، هبقى احكي لك عليها بعدين. الله، الواد بيخبط على كتفي. ايوه تمنى ده. ربنا يحميك يا ولدي، كأنه كبر 10 سنين. أنا مش عارفة أنت قلقان ليه يا أبو مناع؟ مش عارف أعمل إيه يا وجيبة. تشوف مصلحتك فين وتمشي وراها. إذا كانت مصلحتي دي ما تريحش ضميري. واللي يريح ضميرك تضيع علينا القرشينات وتدي الكنز للحكومة ببلاش؟ ما إحنا ما نعرفش قيمته صح، اللي يعرف قيمته صح هو الحكومة. قلبك واكلك جوا على الحكومة؟ أمال الحكومة قلبها مش واكلها علينا ليه؟ ما إحنا مرميين في الجبل. ولا حد يعرف اذا كنا عايشين ولا لا. يا الحكومه هتوصل لنا كيف؟ احنا بعيد قوي عن العمار. شوف يا حسان يا اخويا، انت كبير ناسك ومسؤول عن عيلتك صغيرها قبل كبيرها. يا وجيده وانا قصرت في حاجه؟ لما تضيع علينا مال ممكن يزود غنماتنا ويجيب لنا ركايب ومواشي تنفعنا تبقى قصرت. طب واذا قلت لك ان في سكه تجيب لنا فلوس بالكم؟ يبقى خير وبركة ويتمشي فيها طوالي. بس السكة دي هترجعنا مطاريد تاني في عين الحكومة بعد ما نسيونا. وهي الحكومة كانت عطتنا ايه عشان نخاف منها ولا نبكي عليها؟ كلامك زي كلام الخواجة، قال الجنون للي يستفيد منه، واحنا ما بنستفيدش بجنون الحكومة. يبقى لازم يكون للنجع قانون ليها. ايوه جنون ملوك، وابقى انا الملك بتاع النجع واطلع القوانين اللي فيها مصلحه النجع. والله كلامه زي. شفتي انت علشان تدخل الواد مناع المدرسه وتطلع له شهاده ميلاد عملت ايه؟ اتبهدلت وكتبت له عنوان مزور عشان ما فيش حد يعرف حاجه عن نجع الجبل، وهملته يعيش في سوهاج. ايوه وهمله كمان لغاية ما يخلص الجامعة ويعاود يلقى أبوه خلى نجع الجبل جنة وحزرع الجبل من خيرات ربنا. وحجيب فلوس منين لده كله يا حسان؟ مش واحد يا وجيدة، كبار النجع لازم يدفعوا فلوس عشان نعمر النجع. مدام الحكومة مش سائلة فينا يبقى لازم احنا بقى نبص لحالنا.
انت مالك عمالة تتبايع من الصبح في فطير المعايا المعايا يا عميش؟ ها؟ زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المعاش دي ما كلتش. هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب مالك انت؟ انا لو جيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه، اول ما هيجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح؟ اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. نقول لي يا حصاوي، امسك امسك. نقول لي حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه، الباشمهندس مناع يعني؟ لا انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج، بس بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللي منتي، هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البلينه، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، وهو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب10 مليون جنيه؟ لو كنت سألت لنفسك يا سيادة المقدم انت حكيت لك على كل حاجة بصراحة، وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه، الحمد لله على السلامة يا سيدي مناع. ده الواد عميش التباع بتاع مصنع العلف. بس سيادة المقدم احمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقة. اقول لك ايه يا بيه، هتتفضل معايا على مكتبي ارسيك على كل حاجة بالورقة والقلم. تفضل يا باشا. قهوة تكيل. مظبوط يا مناع بيه. مين قهوة مظبوط بسرعة يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا مناع بيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمة اللي ظهرت فجأة في محافظة سوهاج. أنا عايش في سوهاج من أيام ما كنت طالب في الإعدادية في الدالية، ونقلت هنا من أيام الجامعة وكملت حياتي في سوهاج. يعني ما ظهرتش فجأة. بس لما تشتري مزرعة الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجأة. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كلية الزراعة شعبة انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعة وما لقيتش عندي مشكلة في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكف البحث ويبقى ملفك عند الحكومة مستوفى وسليم. أظن برضك إن سيادتك تعرف من شهادة ميلادي يعني إني مولود في جنة. كان حقك تسأل الأول أنا ليه عشت موحود في سوهاج الفترة دي كلها. يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم، الطار كان سعيلتي كلها، مخلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي، وقال لي ان احنا كنا اغنياء، وان هو استلم ورثي وخلاه امانه عنده لحد ما اكبر واعتمد على نفسي، ولما حس ان الاجل قرب جابني واعطاني فلوسي. وايامها كنت لسه في ثانوي، حطيتهم وديعه في البنك، ولما تخرجت فكيت الوديعه واشتريت المزرعه. كل الاوراق دي شفناها ودرسناها. ليها حكاية، فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبق وقلت لك، أهلي وناسي ما لهمش ذكرى عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق، ما لقيناش ليه أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلاً كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بجنة. الله يرحمه ويحسن إليه. هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال انه مش اخ امي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الطار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل ودها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته،
لكن الطار ما بيرحمش. حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا ادوني السهاج الضارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنهم لقيت اللي ينكش عليا فيعرف اصلي وفصلي. الخوف لا انقتل، هنقتل على قد ناس ما اعرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. انا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش برا الاداره. سيادتك عارف انا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون اي ذنب، وجاي زمود برضك بدون اي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان، صاحب اكبر مزرعه مواشي فيك يا سهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا اخوي، ربنا يكرمك. مسكتك يا بنت حسان، مسكتك. حسان كده حاف من غير سيدنا؟ ان كان علي انا عايز اقول له يا سيدي، عايز اقول له تاج راسي، عايز اقول له يا سيدي النجع كله، لكن اعمل ايه؟ عمي وابوي لو سمعوني هيقتلوني. هو ابوك كده طول عمره بيكابر وعمره ما بيعترف بالحق ابدا. هو لولا ابوي كنا عشنا في الامن اللي احنا فيه دي. وهو لولا ابوي ما وافق وحط يده في يد ابوكي كان حصل حاجه في النجع. طول ما انت بتقول ابوي وانا بقول ابوك وهما الاثنين واقفين لبعض كده زي ناقر ونقير، عمرنا ما هنتجوز ابدا. روح فين؟ تعال يا نسمه خلينا نمشي. صدقيني يا نسمه انا ابويا طيب، لولا بس الافيون هو اللي لحس عقله، لكن عمي اقول لك عمي دايما يوزه ويقول له لو خليت حسان يركبك هيدوس عليك بالجزمه. والله العظيم حرام، انا ابويا طول عمره بيفكر في حال النجع كله وعمره ما فرق ما بين عيلة والتانية، وانت عارف الكلام ده. عارف يا نسمة، لكن تقول ايه؟ تعرف بيقول له ايه كمان؟ ايه؟ بيقول له لو وقوفك قدام ألف حسان كان فكر في عيلته وبس. طب ما تفكر لنا فكرة يا ابو الافكار، ازاي نجمع بين العيلتين؟ يا همام لو حد من عيلتي ولا من عيلتك عارف ان احنا بنتقابل في السر هيقتلوني ويقتلوك انت كمان، والعيلتين يقوموا على بعض واكيد عيلة من الاثنين هتفنى. انا فكرت خلاص وصدرت عمي وهيفتح ابوك في المجلس، وطبعا عمي وافق عشان اكيد ابوك هيرفض. اكيد هيرفض وتيجي على راسي. هتيجي لمصلحتنا يا عبيطه. قولي لي ليه؟ ليه؟ لانك لما تبقي محجوزه لي محدش في النجع لا من قريبنا ولا من قريبكم هيقدر يتقدم لك بعد كده، فهمتي؟ بعد عني. ايه؟ ما فيش ولا لمسه قبل الجواز. تعالي كلنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة، يعني مفيش فرق بين عيلة بنداري ولا عيلة عبادي ولا عيلة حسان، يعني مصلحتنا واحدة وسرنا واحد. حديثك زين يا كبير، لكن ما هواش حقيقي. تقصد ايه يا ريس دياب؟ وانا فرقت بين عيلتي وعيلتكم وعيلة عبادي؟ ما احنا مع بعض بما يرضي الله، ولما بنبيع اللي بنكسبه بنوزعه علينا، والحمد لله بقينا احسن من اهل المنبر كمان. مش ناقصنا غير التلفونات. ايوه والدش ابو الالوان. دي وعرك يا سنان. لكن اطمن مناع ولدي الباشمهندس مناع وعدني حيلاقي لها حل. وما دام مناع ولد اخوي قال ان عنده حل يبقى هيحلها. يبقى هذا وطبق ولا؟ بس انا قاعدين يا معلم بنداري
بس يا ريتك يا بنداري قاعد وسطينا بوعيك زي زمان. خبر ايه يا راجل؟ هتتنجر على اخوي الكبير ولا ايه؟ محدش بيتنجر يا دياب، روق المال وخليك محضر خير وما تعزولناش يا راجل. اخوانا حاشا الله، ربنا يعلم. انا حزين لبنداري كدير، يا ما قلت له ما يقربش الا فيون، لكن هو عاند وكابر، وادي النتيجه قاعد مش داري الحاله. لكن انا وعيلك قوي يا كبير، وبدي تثبت ان البلد كلها عيله واحده ومفيش فرق بين عيله وعيله. وحسبتها كيف دي يا دياب؟ توافق على جواز والد اخوي همام من بيتك؟ قلتيها يا كبير، احنا طول عمرنا وكل عيله بتتجوز منها فيها، وما دام كلنا هنبقوا عيله واحده يبقى ما فيش ما يمنع ان العائلات كلها تتلخبط في بعضيها. يا توضح كلامك يا دياب يا تصحي كبيرك يتحدث. يعني انتوا عايزين حتة من لحمة تعيش وسطيكم بالجواز وبشرع الله؟ خلاص، يبقى انتوا كمان تدونا حتة من لحمكم تعيش وسطينا بالجواز وبشرع الله، وحمرعيها كيف ما حتراعوا بنتي. انا عارف ان بنداري عنده بنت اخر العنقود. تمام، زينة وهي زينة صح، لكن لازم اللي يتجوزها ما يكونش اقل من اخوها همام. تقصد ايه يا دياب؟ انا قصدي على بكري والد اخوي ناجي، راجل والد راجل. يا راجل، وين الرجال يا دياب؟ لا، احنا ما نوافقوش باقل من ولدك مناع، ده لو انت صح عايز البلد كلها تبقى عيله واحده، لكن لو ما وافقتش يبقى تبطل الحديث الفاضي ده اللي ما منوش لازمه ومحدش هيصدقه. هو يا اما ماشي كلامك يا دياب يا اما لا. ايه الحديث الماسخ ده يا اخوانا؟ انا كلامي من قلبي لمصلحه اهل النجا، وما دام مستقبلنا واحد يبقى كمان عيلتنا تبقى واحده، وانا ما اقدرش اقول موافق الا مشهور عيلتي، لكن باذن الله خير. عم سعدون، عم سعدون طمنا. يا عم سعدون ليش ما تفضل؟ فضي يا ولدي كبرني، بس يا خساره طلعت زي القرعه تمد البرة. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ هي عيله البنداري كان فضت من البنات، لو عايز تتجوز قول لي كان جوزتك بنتي جميله. يبقى عملها عم دياب يا فرحه قلبي. روح روح يا ولدي كبرني، فتك بعافيه. مبروك عليك بنت كبير النجا يا همام. في بالك فيك ابوي. عم دياب ابوي طمني يا عمي، الناس طالعين يبركوا لي ليه؟ مش قلت لك هدخل حسان فورطه؟ اديني دخلته فورطه محدش هيوافقوا عليها من عيلته ابدا. ليه يا عمي؟ هو انا ورطه؟ ما كانش العشب القاعده مفضت وليه؟ يا ابوي عليك يا ولد ابوي، مليون مره قلت لك بلاش الافيون على الصبح بيتولد. الافيون ده مزاج خليني كيف الفرس. كيف الفرس؟ طب يلا يلا همام اسند ابوك وروح البيت، واكلوه زفر وشربوه شاي تقيل بدل ما يضحك الناس علينا. قلت له مليون مرة هو مش راضي يسمع الحد. لا لازم يسمع وهيتعالج غصب عنا، كفاية ان حسان عمل عبرة لكل اهل النجا. يلا يلا يا ولد ابوي يلا. على ابوي تعال. من غير كلام كتير ملهوش لازمة، اسمع يا استاذ، انا قررت الغي كل حساباتي من عندكم لانكم طلعتم اسراري برا وكشفت رصيدي. روق بس يا مناع بيه، ومفيش داعي للغضب، اتفضل جوه قابل السيد المدير، هو عنده علم بكل حاجه واشرع لك كل حاجه. موضوع اللي عنده علم بيه بس. اتفضل يا مناع بيه، اهدى بس، انزعل نفسك ليه؟ اتفضل. ايه خبري؟ ازاي يا بيه رصيدي كل من هب ودب ممكن يطلع عليه؟ حسابات العملاء هنا سريه ومضمونه ومش ممكن الكشف عنها لاي حد الا للعميل، الا بحكم محكمه. هو اللي حصل معايا كيف طيب؟ يمكن موظف سربها غلط لجهه امنيه ولا حاجه، لكن احنا من ناحيتنا هنكشف عنه ونوقع عليه العقاب، ما تقلقش خالص.
اسفه يا توفيق بيه، في حاجه في كشف الحساب ده غريبه قوي مش فاهمها. وريني كده. لا غريبه ولا حاجه، لان صاحب الحساب قاعد قدامك اهو. حضرتك سحبت 10 مليون جنيه مره واحده الشهر ده ولا في حاجه غلط؟ اه واضح يا توفيق بين الحسابات كلها سريه، بدليل ان اي موظف ممكن يعرفها. سداح مداح. انا اسفه بس ده شغلي في المراجعه على حسابات الصرف، ده حمايه للعميل مش كشف للاسرار. اسرار ايه وبيجي فيها اسرار؟ بس وقت كلها عرفت ان اشتريت مزرعه من الحاج عبد الكريم ودفعت 10 مليون جنيه، انت كان ناقص تنزليها على الفيسبوك. المهم دلوقتي ناوي تفتح حساب تاني ولا مصمم تلغي التعامل معانا؟ الله يا توفيق بيه مفيش اي سبب منطقي يخلينا نتعامل معاكوا تاني. لكن يلا خليها عليا المره دي، لكن يمين بالله ما حد يعرف رقم حساب الجديد الا ونصور لك قتيل هنا. وليه بس القتيل؟ مريان خذ مناع بيه وتمموا له الاجراءات في خدمه العملاء. تحت امرك يا بابا. تفضل يا استاذ مناع. يا بنتك. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك لك. انا سالت بنتك وطبعا استحت، لكن اللي شفته منها انها موافقه على همام. همام ما يعيبوش الا زناخه مخ اهله. اخته زينه شاطره ومليحه، لكن انا شايفها مناسبه اكتر لولدك بكري. بيجي عليه من دوره، لكن مناع ولدي كبير عليها. لا كبير ولا حاجه، خليه يعوض السنين اللي راحت منه في العلام مع وحده عمري معاه. مع ان مغاوري ولد عمي كان عشمان يجوز البت فاطمه. ما دام مغاوري ما كشفش عن اللي في نيته يبقى خلاص مفيش ملام عليك يا اخوي. واحنا بنعمل الصالح اللي يوحد الاهالي، وما تنساش البت فاطمة لسه صغيرة. يبقى يشور على وجيدة. وجيدة تعالي تعالي شور عليكي. عارفة اللي حتقوله يا حسان، بس مش هين عليا ودي بيتي بيت البندرية تتلوع هناك واجيب بيتهم تتعنى هني في عزنا. يا راجل دول مهنش عليهم يجيبوا تلفزيون وراديو زي الاحدان، وانا بنتي خلاص خدت على العيشة ازاي. بنتك راضية وجيدة والبركة فيها، هي اللي ممكن تخلي همام بعدين يعمل لها كل اللي هي عايزاه. وهو لو عايزها صح مش اخر الغلط. خلاص اذا كانوا عايزين يتم الاتفاق يبقى لازم بنت تعيش وسطيهم كيف ما كانت عايشه احنا، وكيف ما بنتهم هتعيش وسطينا. اذا كانك دي انا موافقه، البنت اسمها زينه وهي زينه وشها سمح ولسانها عفيف. على بركه الله. قول لهم يا ناجي ان احنا وافقنا، وقول لهم كمان على شروطنا. بس الناس دول يا اخوي مخهم ضنم ممكن يتصرفوا غلط، لكن على اي حال لو وافقوا على شروطنا هجيب لهم العمال يعملوا كيف ما عملنا عندنا ونبقى في الامان. ايه عندك حق، والله انا خايف من العمار ده اللي جاي علينا، والعمار ده معناه حكومه وناس، ربنا يكفينا الشر الاثنين. كده خلاص دخلت بياناتك ونموذج التوقيع بتاعك. حضرتك تعالى اقعد مكاني ودخل رقمك السري اللي جوه الكارت واضغط انتر واكده مرتين، وبعد كده اقدر اقول لك مبروك. ما اقول لك ايه يا انسه نورهان، وانت يعني مخطوبه او حد جاي عليكي؟ استاذ مناع من فضلك دخل رقمك السري وسيفه عشان اكمل شغلي، بابا ممكن يدخل علينا في اي وقت. واحنا بنعمل حاجه غلط؟ ما انا بسالك سؤال، عايز اجاوب جاوبي، ما تجاوبيش خلاص كاني ما سالتش يا ستي. استاذ مناع انا دلوقتي في الشغل. وانا يعني في النادي. خلاص يا ستي ان كان على الشغل ومش الشغل هخلصك منه. بسيطه. خلصت يا ستي. بالسرعه دي؟ الله، وانت يعني فاكراني عشان انا صعيدي جاهل؟ لا انا اعرف في الكمبيوتر كويس. تحب اسيف لك الايميل بتاعي؟ اهو يا ستي، مناع الحويطي @ياهو يا خلق .com. وحضرتك سايبني اهتي معاك واشرح لك في الكمبيوتر؟ بس بصراحة طلبنا شرحك حنين قوي ولسانك كان بينقط عسل، ما حبيتش احرم نفسي منه. بابا اتفضل.
دخلت الحساب الجديد يا نورهان؟ اه كله تمام. لعلك تكون انبسطت يا منى بيه. اه طبعا يا توفيق بيه، متشكرين متشكرين يا سيد نورهان، متشكرين. السلام عليكم. اتفضل. عميل رب 5، شباك رب 2.